مساء الخير، مساء الجمال على كل مشاهدي برنامج هاند ميد وبس. وحشتوني جدا جدا. حابه ابدا الحلقه برساله تعزئه لكل فنانين الهاند ميد في وفاه انسانه طيبه جدا. يمكن انا ما اعرفهاش على المستوى الشخصي، ما شفتهاش غير مره او مرتين، بس بصراحه لمست فيها الطيبه والحنيه، وفعلا بتحب الناس من قلبهم. هي مصممه الكروشيه الحاجه زينب المعروفه بتتاوزي، وعشان كده احنا كاسره البرنامج هاند ميد حبينا نعمل لها حاجه تكريم ليها. ايه رأيكم؟ تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويدخلها في سيحة جنته. أما دلوقتي هيكون معايا فقرة خاصة جدا مع ضيفة شاطرة جدا ومحترفة جدا في مجال إكسسوارات الأفراح، وهي بنت اسكندريه هاله مصطفى. بنرحب بيكي هاله. اهلا بيك. هاله، احنا متعودين في كل فتره كده انت بتقدمي لنا الجديد، عايزين نعرف ايه الجديد في اكسسوارات الافراح والمناسبات بصفه عامه. هي الافراح بالذات بتبقى دايما زي ما حضرتك قلتي فيها جديد، عشان افتكاسات جديده، حاجات جديده، البنات بالذات بتحب دايما الجديد. كان الاول الاهتمام بالاسترسات والتطريز، دلوقتي بدا لا بقى كل حاجه خفيفه، بيحبوا الحاجه السيمبل خالص. يعني اللولي طبعا ملك دلوقتي، اللولي ملك كل حاجه، هو من الاول بس زاد دلوقتي اكتر عشان انتشر اكتر. الخشب بلونه، الحاجات اللي هي زي الانتيك كده. طيب عايزين نعرف انت، يعني نتكلم على طول، انا شايفه صينيه نقول الشربات زي ما بيتقال كده، الشربات والشبكه، انت كل بتتكلمي لنا بقى عليها. هي دلوقتي زي ما قلت لحضرتك مفيش بقى استرسات وحاجات دوشه كتير، هي ورود واللولي ملك. طيب انا شايفه اللون بتاعها الاوف وايت، هل ممكن فعلا اللون بتاعها يختلف من مثلا خطوبه عن زفاف؟ الخطوبه غالبا بتبقى حسب لون فستان العروسه. يعني بس الاوف وايت طبعا بيبقى غالب قوي، ممكن يعني حتى يعني انت الورد بتغيريه بلون فستان العروسه. مش الورد بس، الورد والصينيه والديكور كله، حتى الستان، حتى اللولي، حتى اي حاجه. طيب ممكن تجي لك عروسه تقول لك انا عايزه ديزاين محدد بتصممه لها؟ هو ده بيكون الافضل لما تعملي الحاجه اللي الشخص اللي قدامك هو عايزها، فبتبقى افضل يعني. بس بيبقى فيه بقى اراء يعني مشوره، لان ممكن هي تكون في حاجه انا شايفاها مش هتبقى كويسه. يعني دايما في بنات تقول لك انا مش عايزه في حاجات كتير. هو لو فاضي قوي، لو في تصوير او في تقديم، ما مش هيبان، مش بتبان، هي متخيله ان هي مش عايزه فيها دوشه. طيب هذا ايه اكتر حاجه غريبه طلبتها منك بنوته في الفرح؟ لا ما هو هي الطلبات واحده، هي مثلا البوكيه ممكن تبقى اكتر من بوكيه، تبقى عايزه تميز الجرب ده مميز طول الفرح، واللي تحدفه لاصحابها حاجه تانية، دي بس اللي بتبقى مختلفه. طيب هل تطلب اكتر من جات لك فكره مجنونه من عريس او عروسه قالوا لك احنا عايزين الديزاين ده، احنا عايزين فرحنا يكون سبيشال عن اي حد تاني؟ هي الاخشاب، الحاجات الانتيك دي بتبقى حاجات مش يعني مش بتاعت فرح، لو تبص لها اللي فيها استرس ولا ففي ناس دايما بتحب الحاجات الهاديه البسيطه. طيب احنا نتكلم كمان عن منديل الكتب، كتاب صح؟ احنا بناخد بقى الفرح من البدايه لحد ممكن توضيب باب شقه العروسه. طيب هو ده برضو بيبقى فيه ديزاين مختلف ولا هو بيبقى الشكل بتاعه؟ لا بيبقى اشكال، يعني في ده غالبا هو ده السائد. بس طبعا ده احلى منديل بالنسبه لي، انه بتاع بنتي دي حاجه ثانيه خالص. بتاع بنتي ده احلى منديل طبعا، مفيش اكيد طبعا. وفي اللي هو الكاريكاتير. طيب الديزاين ده انت اللي عاملاه ولا عريس وعروسه اختاروا منك الديزاين؟ لا ده عريس وعروسه هم اختاروا دوت، او ممكن بيسيبوا لي انا الاختيار. بس غالبا بيبقى هو الكاريكاتير. طيب الافكار شايفاها اختلفت عن زمان؟ يعني هل دلوقتي احنا خلاص 2021 الافكار فعلا اختلفت كتير عن زمان؟ بس يعني زي ما بقول لحضرتك كاريكاتير بيبقى فيه تطريز، بيبقى فيه ورد، بس كله برده بيرجع للاساسي اللي هو المنديل الاساسي، ايه قرانيه فاضي ما فيهوش حاجه دوت، مهما يعني يتطلب، بس برده بنرجع تاني للاساس. طيب كلمينا على الجست بوك ده. هو الجست بوك زي ما قلت لحضرتك برده اختلف كتير عن ان بيبقى فيه تطريز، بيبقى فيه حاجات، فالبنات بقى حابه الكلمات، حابه اعرضيه بس للكاميرا. تمام برضو ده احلى جست بوك عشان برضو بتاع بنتي. لا دي انت مظبطه بقى. انا بصي والله دي كانت اكتر حاجه بعملها وانا فرحانه. طيب الجست بوك دوت المعازيم او الاصدقاء المقربين للعروسه بيكتبوا لها؟ ما ده بقى هيبقى عشان في ناس فعلا كاتبه. يعني فعلا بيكتبوا لها حاجه كاتسكار يعني للمناسبة. فكره الكتابه بالايد دي بص يعني اكتر من الصوره. اكيد يعني طبعا. عارفه لما يعدي وقت، ممكن كمان بيبقى مثلا ربنا كريم ببيبي بيكمله،
فاهماني ازاي؟ فبتبقى كل المناسبات ممكن في جست واحد، هي تبقى عباره عن احداث كلها ملمه في الجست بوك. فانا حاسه يعني، فاكره حضرتك الاوتوجراف؟ اه. فيعني انا معايا من ابتدائي لما بفتحه، عارفه تلاقي نفسك بتبتسمي من غير حاجه، من اول صفحه بتبتسمي، بتعيد الذكريات بتاعتك كلها. فانا بالنسبه لي الكتابه، لان كمان ما عملتش الجست الفرح بس او الخطوبه بس، عيد ميلاد، معاش، ممكن سبوع خروج المعاش، خروج المعاش، خروج المعاش انا عملت الفكره واتطلبت مني، بقيت دايما عارفه ذكرى ان هو خلاص اي حد ماشي من المكان بتاعه فذكرت اصحابه. فبصي ما سبتش حاجه الا ما عملت لها، حلو جدا، ما عملت لها جست بوك. جميل كتابة جدا. بوكي الورد يعني نمسك كل الحاجه الخاصه بالافراح النهارده. طبعا زي ما حضرتك قلتي بوكي الورد ممكن زي الـ الـ الصينيه حسب لون فستان العروسه. بس الاول كان فستان العروسه ابيض اوف وايت، يبقى البوكي لونه دلوقتي لا، يعني رجع التاني، كان الاول البوكي ملون احمر غالبا، رجع التاني بتبقى اي لون. وساعات لما يبقى فيه وصيفات بتبقى الجست لون لبس الوصيفات. طيب البوكي دوت عايزه اعرف، يعني انا حاطه فيه الورد من فوق شكله مختلف شويه، هل العروسه بتمسكه بس ولا بتعمل زي المناسبات اللي بنشوفها زي زمان كده العروسه تحذفه؟ لا لا بتحذفه. ما انا كده بقول لك الغريب انه بيطلبوا اتنين، واحد تبقى محتفظه بيه طول الفرح، وواحد اتحذف على اصحابها. وغالبا كمان بيفكروا دلوقتي ان يعملوا نفس ديكور الشقه بتاعتهم كمان عشان يستغلوه كديكور في الشقه. طب حلو جدا. فبيبقى ليه كذا فكره، وده لاحظتي ان برده مفيش بهرجه، يعني تحسي الوان هاديه جدا، الحاجات بصي تحسي انها زي اكنه طبيعي شويه. طيب انا كنت عايزه اسال كمان يا هاله، هو الورد دوت انت بتجيبيه بلاستيك يعني؟ الفوم. فوم؟ الفوم. انت بتشتري كل وحده ورد مع نفسها، بس بتحاولي بقى تجمعي اللي يمشي يتماشى مع بعضه كده. يعني البنات اللي بتختاري الوان الورد ولا انت اللي بتقولي لها؟ هي بتقول لي عايزه لون ايه، يعني هي بتفكر في لون ايه، لكن التصميم ده حسب ما بتبقى معاك. على فكره كل الشغل ده انا وانا قاعده بشتغل ومبقاش عارفه هيطلع شكله ايه. بياخد منك وقت قد ايه البوكيه ده؟ لا ما ياخدش وقت، يعني على طول وانت قاعده؟ ممكن ساعه، ممكن اقل. حلو جدا. بصي انا انت بتعملي حاجه تفرحي حد، فانت اكتر حد عايز يشوف الحاجه لما تخلص شكلها ايه، اكتر من صاحبها. اكيد طبعا. وبعدين انا معايا في البيت، يعني على فكره انا مش شغاله لوحدي، انا شغاله الدنيا كلها حواليا. بنوتك شغاله معاكي؟ بنوتي، بصي كلهم، بابايا، اخويا، مراته، عياله، انت شغاله العيله كل كلها. كلها شغاله معايا. حلو جدا. المشوره حلوه. لا المشوره حلوه. يعني لو قاعده معايا، طب ايه رايك اعمل دي كده، بتحسي في الاخر بتطلع نتيجه افضل ما انت بتفكري. يعني انت بتعطي راي كذا حد، فممكن انا بقولك مدوخه الناس كلها، يعني انا كل الناس شغاله معايا. هاله بوكي الورد ده لونه حلو جدا. ده كانت عاملاه عشان لون فساتين الوصيفات، برضو كان لزفاف. يعني دوت ده للزفاف ولا خطوبه؟ يمشي خطوبه وزفاف، بس زي ما قلت لك دلوقتي بتختلف ان العروسه بتاخد ملون، كان العكس انها لازم الفستان ابيض اوف وايت، لكن لا دلوقتي بيبقى لون الوصيفات او هي حابه لون تاني. وانا شايفاه ميزه على فكره. طب يبقى الفستان الميزة؟ ابيض، الفستان ابيض في البوكيم يبان، انا بحسها انا عن نفسي يعني يبان عن اللي هو يكون ابيض لون الدرس على طول، لكن غالبا اللي بيتحدف للبنات ده. طب وهي البنات لسه بتحدف فعلا البوكيهات؟ لسه بتحدفه ولسه كله بيستنى وراها. طيب هنا انا شايفه كده ان انت مهتميه بالعروسه قوي، العريس نظامه ايه؟ مش عامله حاجه خالص للعريس؟ لا هو العريس يجي الفرح، يعني هو اكتر حاجه ان هو يجي الفرح وخلاص. لا يجي الفرح ابسط، يعني بعمل مش عايزين نتعبه. لا في، انا نسيت على فكره فكرتيني، خاتم العروسه عليه اسم العريس. عامله كمان خواتم؟ طب معاكي منه النهارده؟ لا ما افتكرتوش لما حضرتك قلتي لي والله. احكي لنا عن زرار البدله باسم العروسه، يعني برضو بنشوفه شويه، يعني مش بننساه خالص. ده ممكن تحطي له حاجه زي دبوس برضو في دبوس، او من بوكيه العروسه زي صحبه صغننه بتبقى في البدله. تمام. كلمينا بقى عن بقيه الشغل بتاعك. بقيه الشغل حضرتك قلتي المنديل كاتب الكتاب. احنا كده خلاص، مع السبت ده بيتوزع فيه ملبس كاتب الكتاب. طيب حلو جدا. بصي بيتلف الملبس برضو بنفس فكره ال، بتحطي برضو على الورقه ديت اسم العريس والعروسه؟ هي اسم العريس والعروسه، والعروسه كانت طالبه يعني زي كلمه كده، مش عايزه اقول بقى بنتي عشان برضو عشان هي اكتر واحده دوختني يعني. اكيد طبعا. فبس لاحظتي ان نفس خامات السبت، فلما بتوزع فيه الملبس بيبقى شكل كويس. طب هل السبت برضو شكله بيختلف ولا كل لونه شكل؟ لا لونه يعني بيختلف. الديزاين بتاعه ده ممكن يبقى ليه يد، ممكن يبقى مستطيل، ممكن حسب يعني. انت اللي بتختاريه ولا البنات برضو؟ لا هي البنت اللي بتختار. اللي بتختار. هي البنت اللي بتختار. طب كلميني عن المرايه دي. دي برضو لتقديم الشبكه، بس كنت عايزه بعد اذنك. طب يعني ايه تقديم الشبكه؟ يعني افهمها لي. يعني هي دي صينيه؟ دي صينيه. صينيه بتستخدميها لحالتين. شايفه حضرتك انا عامله اماكن للدبل.
هنا للدبل. حلو ممكن جدا. تتقدم فيها الشكل يعني هنا بتحطي الدبلتين ده كده للخطوبه. للخطوبه لو طب. في ما لو في حاجات اكتر بنزود لها خانات. يعني لو بقيت الشبكه ممكن مثلا كفرح بقى ممكن غير الدبل ممكن تحطي هنا الشبكه انسيال. غير كده خالص ممكن نحط فيها الكاس وتتقدم صينيه لتقديم الشربات. يعني ممكن تمشي صينيه وممكن تمشي اتنين صينيه شربات كمان. شربات. طيب جات لك فكرتها منين؟ انا شايفه الفكره دي مختلفه شويه ان انت تعملي هنا مكان للدبل. الفكره دي جات لك منين؟ لا ما مكان الدبل ده موجود اساسي يعني لازم. لو بصيتي هنا حضرتك لازم مكان للدبل. حلوه جدا. دي العروسه طالبه اسمها. وبصي بقى هنا لو زودت للاسوره في دبل في حاجات تانية خواتم تانية فبزود برضو الخانات هنا حسب هنا. طيب جات لك الافكار منين؟ انا قصدي ديزاين الفكره كلها جبتيه منين؟ ما هقول لحضرتك هي الاشكال دي موجوده على النت يعني انت بتاخدي افكار الجديد ايه؟ انت بقى بتعملي تحطي التاتش بتاعك. الفكره كده انا بقى هعمل ايه؟ هزود اسم هزود ورد. ساعات العروسه كمان هي بتكون جايب فكرتها هي عندها يعني هي اللي قالت لي العروسه هي اللي فكرتها دي وطلعت حاجه كويسه انا وهي طلعت حاجه كويسه. طب ممكن البنت تقول لك على فكره تكون صعب تنفيذها؟ ما اظنش ان في حاجه صعبه يعني تقدري تعملي كل الافكار اللي بيقولوها. ما اظنش ان في حاجه صعبه حتى لو كانت صعبه جدا احنا بنقرب لاقرب درجه اللي انت توصلي للفكره اللي هي عايزاها. وفي نفس الوقت مش عايزه اعمل استامبا يعني ما يبقاش حد عامل وابقى زيه بالظبط يعني. طيب انا عايزه اعرف الديزاين ده عباره عن ايه؟ يعني دي صينيه ولا ده خشب؟ جذع شجر. الجذع شجر. ده جذع شجر. جذع الشجر. بس ده شجر معين جدا. يعني مش اي شجر. مش اي نوع شجر. في شجر تاني بتشق كده ما ينفعش. ودي اسمها حنه. اسمها ايه؟ حنه. حنه؟ يعني دي برضو من انواع الشجر. اسمها حنه. دي بتتباع جاهزه يعني ممكن انا اعملها تشتري الفروع ممكن تشتريها دواير كده. فدي جاهزه. وطبعا الحاجات دي انا لما بروح تصميم لاي حد بتاع اركت فبتشوفي اللي انت عايزاه هو يظبط لك الدنيا. فما فيش حاجه صعبه يعني انت اصلا مش لوحدي تاخدي يعني افكار العيله كلها. لا ده غير العيله دي على جنب بس انا عايزه اركت بروح اشوف حد يعني عارفه تحس ان احنا. طب انا هقول لك حاجه كذا حد. ان انا عندي صديقه ليا مجالها تاني خالص موبيليا. من كلامنا مع بعض دخلنا شغل التطريز والاسترسات في الموبيليا. حلو. بقينا حاجه تانية فاحنا انا اعرف حد اركت طب ظبط لي طب انا عايزه جديد ايه طب ايه عارفه كده بتسالوا بعض يعني. حلو حلو جدا يعني. طيب هنا قطعه زي ديت اي بنت بتشيلها عندها تذكار في الشقه ازاي انا احافظ عليها؟ هي بصي اي نوع خشب عن تجربتي يعني ان هو لازم يفضل كده لان الخشب حتى لو قديم بيتنفس ما ينفعش ان انا احطه في مكان مقفول. طيب لو اتربت انضفها ازاي؟ لا التنظيف سهل وفي السبراي بينظف الموبيليا يعني كسبراي عادي ما يبوظش الخشب؟ لا 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 ما يبوظش الخشب. طيب. انا ساعات اصلا بدهنه بالسبراي بس اللي هو الورنيش يعني ممكن حتى اسبراي ورنيش تلميع بس مش هيجري له حاجه. اوكي. ولو بصي حضرتك جنبيكي فكره تانية لكتب الكتاب لتقديم الملبس اللي تحت ديت اللي تحت لو خدتي بالك فيها اسم العروسه والعريس وايه قرانيه ويتحط فيها الملبس برضه. طيب عايزين نشوف دي كمان. انا شايفه دي مختلفه شويه. انا كنت عايزه اعرفك يعني ان المناسبات دي كانت لعيد ام. دي بقى لعيد الام لعيد خلصنا كده الافراح. لا انا بس بديكي فكره ان المناسبات كلها ان انا ان انت شامله كل المناسبات. اوكي عيد الام جات لك فكرتها منين؟ كنت عملت زي معلقه زي دي بس كنت كاتبه عليها لقد بني هذا البيت بالحب ادخل مسلما اخرج بدعوه جميله. فكانت بتتعلق في البيت شكلها ظريف يعني. طيب دي جات لك ان انا اعمل معلقه للام برضه. جات لك فكرتها منين يا هاله؟ يعني انا شايفه ده خشب صح؟ ده مش خشب عارفه حضرتك اللي هو بيعملوا عليه التطريز لو خدتي بالك انها الاثنين مع بعض اللي هي الخرزان اللي بيتطرزوا ابره. ايوه ايوه فغالبا بيعملوها للخطوبه بيعملوها للدبل. طيب فانا بقى رحت طالعه من اطار الدبل خالص وعملتها معلقات. حلو جدا. طيب هاله كلمينا برضو انا شايفه حاجه عاملاها برضو للسبوع برضو للبيبي برضو فكره جيست بوك. جيست بوك جيست بوك قلم وبرضو اللي بيحضر السبوع بيكتب كلمه للذكرى للبيبي. فانا حابه الكلمه يعني حابه الكتابه. طيب لو بنوته يعني لو مثلا ده بنت. لا انا عايزه اعرف لو بنوته بقى ولد بتختلف معاك الديزاين من بره؟ لا يعني ده كده البنوته الولد بقى ولد اللون يعني جايبه. حلو قوي اللون بس يعني حلو بتغيري اللون حسب البنت او الولد. لا جمال جدا. طيب كلمينا عن خلصانه بايه؟
بشياكة. خلصانة بمأذون. خلصانة بشياكة. بشياكة. برضو معلقات في كتب دي الكتاب. دي يعني عارفة للصور يعني عارفة تحسي لعب في الصور يعني. يعني يمسكوها في الفرح يصوروا بيها زي فكرة برضو. الفريم اللي كانوا بيعملوه. كده يعني. طيب دي فكرتها أنا شايفة أنها جديدة. أنت جايبة بقى فكرتها دي منين؟ يعني بتجيبي أفكارك عامة كلها منين؟ ما أنا زي ما قلت لك هي أكيد موجودة على النت حاجات كتير وأكيد في زمايل ليا عاملين حاجات كتير بس أنا بفكر بقى بحاجة ثانية. هم عملوا كده طب ما أديكي الفكرة. طب ما أنا ممكن أعملها بحاجة تانية. فهمتيني؟ أنا حبيت بقى الصور بتبقى للذكرى برضو إن أنت تعملي. وفي فكرة جديدة برضو أنا فكرت فيها اللي حضرتك خدتي بالك من الجست بوك ده. عملت دعوة الفرح. دي دعوة فرح. دعوة الفرح. طب دي عبارة عن إيه يعني أنت دي خشب ولا على باغ أو؟ لا خشب. على خشب. دي خشب اخترت تصميم ورحت للطباعة واركت وجمعت يعني احنا كلنا اعتبر اشتركنا فيها وطلع الشكل النهائي. حلوة جدا ان كمان ممكن يحتفظوا بيها بعد الفرح هتقعد معهم فترة طبعا. وللعروسة برضو شكلها حلو عارفة حاجة جديدة. جميلة جدا برضو الديزاين ممكن يختلف حسب ذوق اي بنت او اي عريس. انا حسيت ان انا عاملة كله يعني عشان شكل واحد متقارب. طيب انا شايفة انت حاطة سبت هناك يعني الكاميرا ممكن تجيبه لنا. دوت جيست بوك برضو. ده جيست بوك برضو. جيست بوك بس على شكل بيت وفي ورق صغير عارفة ورق اللي هي زي الكارت الشخصي. فبتكتب في كلمة التهنئة برضو وتبقى موجودة في البيت. طيب ده بمناسبة ايه يعني؟ فرح. ده للفرح. فرح برضو. جيست بوك فرح. فالعروسة بعد كده بيبقى ديكور في البيت وفي نفس الوقت محتفظة بالورق اللي هو الناس اللي كتبت لها كلمة تهنئة او اي كلمة كانت ليها يعني. طيب بهذا ايه اكتر حاجه قابلتك في مجال الاكسسوارات عامه الافراح او المناسبات ولقيتيها صعبه بالنسبه لك؟ مش عارفه بس انا ما حسيتش حاجه صعبه. ممكن الصعب ان انت ايه خامه ما تلاقيهاش. موديل مش واصل معاكي ان يعني صاحبه الحاجه مش عارفه توصلي لها فكرتك او تقربوا الفكره مع بعض. لكن كشغل ما فيش حاجه لقيتيها صعبه. لا ما فيش حاجه صعبه. انا ببقى حابه انا ساعات لما اكون ما وريش حاجه بخترع حاجات جديده واتفاجئ ان انا لما احطها في صفحتي انها تتطلب كتير رغم ان ما حدش طلبها مني. فطول ما انت بتفكري تحسي ان دماغك شغاله تجيبي افكار جديده تجيبي. طيب هل عايزه اسالك كمان سؤال لقيت كل الناس بتشتكي منه عايزه اسالك عن مجال التسويق بالنسبه لك ايه؟ هو صعب شويه. هو النت مش سهل المأموريه بس في مشكله ان بيبقى في ناس عايزه تشوف الحاجه في ايديها. لان طبعا بقى في كتير حاجات مش موجوده حاجات كده. لكن اللي نفعني شويه المعارض حتى لو يعني ممكن ادخل معرض عارفه ان انا مش بشغل ده مش هبيعه بس الناس هتعرفني. انا عايزه اقول لك ان انا كنت مره في معرض كان تقريبا من 6 سنين فواحده اتصلت بيا بتقولي انا واخده الكارت متخيله واخده وشايلاه عشان لما جات لها مناسبه تتصل بيا. صح. فهو المعرض كان افضل شيء. انت بتعرفي الناس شغلك والناس بتشوف شغلك قدامها افضل كتير. لكن هي غير كده بتبقى صعبه جدا. احنا نحاول ان شاء الله من خلال البرنامج نوصل صوتكم ونحاول احنا نوفر لكم كمان معارض. انا اصلا بادئه معارض. انا عايزه اقول لحضرتك المعرض اللي اقول لك عليه ده كان اول معرض في حياتي كان معاكم. ده شرف لينا يا هلا. ربنا يخليك. طيب في بنات ممكن تطلب منك تقول لك احنا عايزين نتدرب تدربينا على مجال الاكسسوارات الافراح او المناسبات. في ساعات بنات بتدربي في مش بدرب يعني لو جات لي الفرصه مش هتاخر يعني. بس انا لو حد محتاج يعرف اي حاجه انا مش بتاخر. ما بتبخليش عليه المعلومه. لا خالص خالص. طيب كلمه اخيره تقوليها لكل عريس وعروسه دلوقتي مجبرين على الزواج وعايزين يختاروا ديزاين افراح. هي بس يعني الفكره يختاروا الحاجه اللي تتماشى مع مع لبسهم. والبيت لان الحاجه دي عشان تبان اكتر انها تكون موجوده في مكان لايق عليه المكان. تمام. بس ويطلبوا حاجات مني كتير طبعا. لازم يعملوا جست بوك ولازم كاسات ولازم لا شغلك جميل جدا مني. لا شغلك جميل جدا. ربنا يخليك. وقتنا خلص ومعلش عايزينك تعمل لنا جديد كمان وتبقى معانا فقرات كتيره تانية ان شاء الله. ما اتكلمناش على الطبق بتاع الجاتوه بس طبق الجاتوه يعني طبق الجاتوه والشوك انا ما سبتش حاجه للعروسه يعني. خلاص اوكي بشكرك يا هاله. ربنا يخليك. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا.